مرحبا أصدقائي الحلوين، وأهلا وسهلا بكم في برنامج أحلى الأوقات. أحلى الأوقات في برنامجنا يلي من خلاله رح نقضي وقت كتير حلو مع بعض، رح نتعلم ونتسلى ونتعرف على شغلات جديدة ما كنا بنعرفها من قبل. في كل حلقة من برنامج أحلى الأوقات رح نطرح موضوع مهم، وكمان رح نستضيف صديق مميز نتعرف عليه عن قرب، وراح نزور ونتعرف على صديق متفوق. وفي كل حلقة رح نروح لعم ورجل الدفاع المدني حمدان أو شرطة المرور أسعد لحتى يعطينا نصيحة، وعمو حكيم رح يحكي لنا رأيه في موضوع حلقتنا لليوم. والأهم إنه في كل حلقة رح نتعرف على معلمة أو أستاذ مميز في أساليبه الصفية، وكمان رح نتعرف مع صديقتنا سلمى على معلومات كتيرة في فقرة هل تعلم. في بداية حلقتنا اليوم رح نروح ونشوف عمو الأستاذ حكيم شو راح يحكي لنا عن موضوع الحلقة اللي هو المحافظة على البيئة. خلينا نروح ونشوف الأستاذ حكيم شو راح يحكي لنا. مرحبا يا أصدقائي الحلوين، أنا اليوم جيت لحتى أحكي لكم كيف نحافظ على بيئتنا. إحنا يا أصدقائي لازم ما نرمي النفايات على الأرض، كمان ما نحرق النفايات لأنه هذا بيأثر على الجو وبيخلي يتلوث. ما بيصير نستخدم المبيدات الكيماوية بشكل كبير لأنه بتلوث البيئة، وفي هاي الفترة شايف ناس كتير عم تستخدم المواد البلاستيكية، فإحنا لازم نحكي لهم إنه يقللوا من استخدام البلاستيكيات لأنها مضرة كتير، وهي من الأشياء يلي بتغلب في إعادة التدوير. كمان أنا تذكرت شغلة، بس نروح على الحدائق العامة نلعب ونغير جو إحنا وعيلتنا. لازم ما نكب النفايات والملوثات على الأرض وننظف المكان ورانا لحتى ما يتلوث. صحيح، وحتى ما بيصير نتشعبط على الشجر ونكسر غصون الشجر لأنه إحنا هيك بنخرب بيئتنا وشجرنا. كمان هلأ بما إنه إحنا بفصل الشتاء، هلأ كتير عم بشوف ناس تحرق ورق وبلاستيك أو أشياء مش منيحة لحتى يتدفوا عليها، بس هذا الإشي مش صح بالمرة، بالعكس هاد بلوث البيئة وبيضر البيئة بشكل كبير. هاي نصيحتي لكل الأصدقاء، بتمنى يسمعوا مني ويتصرفوا بالشكل الصحيح. كل الحب لكم. شكرا كثير للأستاذ حكيم، وهلأ رجعنا من جديد لنحكي مع بعض أنا وصديقتي ميرا وضيفنا الموهوب الأستاذ بلال، واللي عنده موهبتين كرة القدم والشطرنج، ورح نحكي ونتناقش مع بعضنا في موضوع المحافظة على البيئة يلي حكينا عنه الأستاذ حكيم. جد كلام عمو الأستاذ حكيم في محله، وأنا شخصياً بشوف إنه كلياتنا لازم نحافظ على البيئة ونحد من تلوث البيئة ونمنع الأشياء يلي بتسبب التلوث. بس هلأ خلينا نرحب مع بعض بصديقنا بلال. مرحبا بلال، كيفك؟ هلين. عرفنا عن حالك أولاً. أنا بلال مؤيد حميد من سلوات، بعرف شطرنج، صف 11 علم. صديق بلال، بما انك بتحب الشطرنج وهاي الموهبة مش كتير موجودة يعني، رح نحكي عنها كتير، بس الاهم قولي شو رأيك باللي حكاه الأستاذ حكيم عن المحافظة على البيئة، وكيف بتشوف انه احنا ممكن نحافظ على بيئتنا والمحيط حوالينا؟ اللي حكاه صحيح، لازم نحافظ على البيئة، لان اذا كانت البيئة ملوثة رح نعيش بأمراض. مظبوط، رح تكون الحياة مش سعيدة. لازم نحافظ على البيئة، وان من الطرق ان نكون بإفراز النفايات، نفايات ورقية وبلاستيكية ومعدنية، ونقوم بإعادة تدوير هذه النفايات. صديقي كيف أنت بتحافظ على البيئة؟ احكي لي. أنا من عائلة مزارعة، نقوم إحنا نزرع الأرض، بالتالي بساعد على تنظيف الجو من ثاني أكسيد الكربون. واو، هذا أصلاً الزراعة شيء كتير مهم، لأنه النباتات والخضار بخلينا ناخذ أكسجين، والأكسجين بساعدنا نتنفس. صديقي شو تنصح الأشخاص يلي بيقوموا بتخريب وتلويث البيئة؟ صعب التوقف عن تلويث البيئة، لأن هذه الأرض إحنا عايشين فيها، فبالتالي الضرر رح يبكي عليهم وعلى أولادهم وللمستقبل. طبعاً
المستقبل احنا كل اللي بنعمله عشان المستقبل عشان كمان تضل البيئة نظيفة نقدر نعيش فيها احنا ونعيش اولادنا. صديقي احكي لنا اكتر، انا حابب اعرف منك اذا انت بتعرف طرق للمحافظة على البيئة. زي ما قلت قبل افراز النفايات وعاد تكريرها وتوعية الجيل المدارس، عشان اذا كان عندنا جيل محافظ عن النظافة راح تبقى عندنا بيئة نظيفة. برافو عليك يا صديقي، بتمنى كل الاصدقاء تكون عندهم معلومات عن طرق المحافظة على البيئة وكيف نخلي بلدنا حلوة ونظيفة ومرتبة. وهلا بدنا نروح مع بعض لحتى نتعرف على صديق متفوق ويحكي لنا عن سر تفوقه وتميزه في المدرسة، وبدنا نتعرف اليوم على صديقتنا سارة مهند. اسمي سارة مهند، بمدرسة بنات بالرقين الثانوية بالصف التاسع. بالعام الماضي شاركت عدة مسابقات حققت فيها مراكز على مستوى المحافظة، منها مسابقة بلسا اللي كان الهدف منها تنمية مهارات اللغة الإنجليزية، وحصلت على المركز الثاني على مستوى المحافظة. وكمان شاركت مسابقة تحدي القراءة العربي، قرأت ما يقارب 20 كتاب شاركت فيهم في هذه المسابقة وتأهلت على مستوى المدرسة. من الأشياء اللي كمان عملتها العام الماضي اللي هي إنه شاركت بمسابقة الشطرنج، كانت على مستوى المحافظة للمدارس الأساسية وجبت المركز الثاني. كمان إنه كانت تحصيل الدراسة العام الماضي كان كتير منيح وكان ممتاز. كمان شاركت بمسابقات رياضية تانية، شاركت في كنت واحدة من أعضاء فريق كرة السلة بالمدرسة وكرة اليد، حصلنا على المركز الثاني كمان على مركز على مستوى المحافظة. كمان في العام الماضي شاركنا بمسابقة كانت بتعاون مع مؤسسة النيزك، هاي المسابقة كانت الهدف منها انه تطور الناحية البرمجية عند الطلاب، كان اسمها قادة العالم الافتراضي، اشتغلنا فيها على لعبة اسمها لعبة ماين تيست، كان جبنا فيها مركز على مستوى المحافظة بشكل فريق كان بالمدرسة. وفي العطلة الصيفية شاركنا بمدرسة ستم بالستاين اللي كان في جامعة النجاح الوطنية لمدة أسبوعين، طورنا فيها مهارات الرياضيات والعلوم. شاركت لهلا بمسابقة حفظ القرآن، ورح أشارك كمان مرة إن شاء الله بمسابقة تحدي القراءة العربي مشان أعود الكرة، لأنه ما حالفني الحظ للأسف المرة اللي فاتت. دوري في المدرسة إنه أنا كتير يعني طالبة منتمية إلى المدرسة وبساعد بالأعمال التطوعية اللي بتصير بالمدرسة وبساعد الطالبات، ففي العام الماضي انتخبوني كعضو من أعضاء البرلمان الطلابي بالمدرسة، وصرت يعني من دوري في المدرسة إنه المساعدة في حل مشاكل الطالبات اللي بتكون في صفنا يعني كعضو من أعضاء البرلمان بالمدرسة. رجعنا يا أصدقائي، وأهلا وسهلا بكم من جديد في برنامج أحلى الأوقات، وأحلى الأوقات رح نقضيها معكم وبرفقة صديقنا بلال. وهلأ صار الوقت لحتى يعرفنا الأستاذ بلال على موهبته ويحكي لنا عنها أكثر. صديقي احكي لنا عن موهبة الشطرنج اللي عندك، كيف اكتشفتها ومين بيساعدك وكيف بتنمي موهبتك؟ كانت بدايتي بالشطرنج بالدور، كنت ألعب أنا وأخوي وسمعت أنه في تدريب بالنادي، فحبيت رحت أشوف التدريب ودخلت التدريب واكتشفت أن عندي موهبة فيها، كملت. كان المدرب الأستاذ نضال حماد دربني الشطرنج وشاركت بطولات على المستوى المحلي وجبت بطل فلسطين تحت 16 سنة، وبنمي مهاراتي عن طريق أن بحضر مباريات أبطال العالم بالشطرنج وبحل الألعاب. يعني صديقي أنت ماخذ بطولة فلسطين في الشطرنج؟ نعم تحت 16 سنة. يا عيني عليك، ولازم تكون كتير مبسوط لأنه هاي اللعبة أنا لما ألعب الشطرنج بضيع، يعني بضيع. شكلك أنت مميز ومخك يعني منيح. يعني صديقي بلال، ممكن تحكي لنا عن شو هي فكرة لعبة الشطرنج؟
هي عبارة عن ساحة بيستعرض الواحد فيها أفكار التكتيكية والاستراتيجية للحرب، وهي أصلها في الهند. طيب يعني في أبيض وأسود، وأنت كيف تعرف أنه أنت اللي قدامك ممكن يسوي هاي الحركة وتفوز عليها وتغلب وهيك؟ أهم شيء بالشطرنج الواحد يحسب حركات لقدام، كبنا حسب حركات لقدام كان أفضل. يعني بتحسب كل 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 حركة وبتقعد تحسب بعقلك وهيك وبتتذكر شو عمل وكل القصص هاي؟ اه صحيح. طب تحلم تصير بطل عالمي انت؟ ان شاء الله. طب احكي لي، مين في ابطال عالميين انت بتعرفهم؟ في بطل العالم الحالي ماجنوس كارلسن النرويجي، والسابق جاري كاسبارو. يعني هلا اذا انت اجى قدامك بطل عالمي بتغلبوه؟ ان شاء الله، اكيد لازم يبقى عند الواحد طموح. طب اعطيني نصيحه عشان لما العب مع صديقي اغلبه، نصيحه واحده. اهم شيء الواحد يكون واثق من حاله ومستواه وما يتوترش. وهلا صار الوقت يا اصدقائي لحتى نروح ونشوف شرطة المرور اسعد شو رح يقدم لنا نصيحه لليوم. مرحبا يا اصدقائي، اليوم جاي احكي لكم كيف نحافظ على سلامتنا عند عبور الطريق. اصدقائي، احنا لازم بس نيجي نقطع الطريق نتطلع بالجهتين على اليمين وعلى الشمال ونتأكد انه ما في سيارات بالشارع، وبعدها بنقطع الشارع، بس لازم نقطعه على خط المشاة لحتى نحافظ على سلامتنا. كمان انتبهوا يا أصدقائي لأنه أنتوا أطفال ولساتكم صغار، لازم بس تيجوا تقطعوا الشارع يكون في حدا كبير معكم وماسك إيديكم، ماما أو بابا، المهم حدا كبير لحتى ما تتهوروا وأنتوا تقطعوا الشارع. وحفاظا على سلامتكم وصحتكم، وبتمنى إنكم دايما تضلوا بخير وبصحة وبسلامة، محبتي إلكم. رجعنا من جديد يا أصدقائي، ويا ريت الكل يسمع ملاحظات صديقنا أسعد شرطي المرور. صديقي بلال، طلع علي، صديقنا أسعد شرطي المرور حكينا إنه لما بنقطع لازم نطلع شمال يمين، وحكينا كتير شغلات عن السلامة وكيف لازم ننتبه وإحنا وصغار وين نمشي. انت احكي لي عنك، انت بتلتزم بهاي التعليمات عاده؟ يعني لما بتيجي بدك تقطع الشارع بتراقب الطريق؟ اكيد ملتزم فيها، لان كثير من الحوادث سبب عدم الانتباه. صديقي بلال، بما انه احنا بنحكي عن اشارات المرور، خلينا نتخيل انه في قدامنا طاوله شطرنج، لو ركبوا لها اشاره ضوئيه بتختار اللون الاخضر ولا الاحمر؟ الاخضر. بتختار الاخضر؟ طب بحكي لي صديقي، شو أهم البطولات اللي أنت شاركت فيها؟ بطولة الفئات العمرية تحت 16، جبت بطل فلسطين تحت 16، وكنت مدعو أشارك لبطولة العرب بالأردن، ورجعت على الجسر. رجعت على الجسر؟ ليش رجعوك على الجسر يا صديقي؟ اليهود علي منع أمني. الاحتلال عندك منع أمني؟ أنت صغير يا زلمة، لساتك تحت 16 عليك منع أمني؟ صحيح. مش فاهم، ممكن تقول لي ليش ما عليك منع أمني؟ عشان والدي مسجون نفحه. والدك مسجون؟ يا رب الله يفك أسره يا رب. شكرا. شو اسمه أبوك؟ نودي له تحية. مؤيد حماد. اسم أبوك مؤيد حماد. إحنا بنوجه كل التحية لكل أسرانا في سجون الاحتلال، وبالذات لأبو بطل فلسطين بالشطرنج. أكيد أبوك فخور فيك يا صديقي. أكيد. طب صديقي ميرا، شو حابة تحكي له أنت؟ إن شاء الله هيك يا رب تكون دائما متميز متفوق، وإن شاء الله بتجيبها بطل الشطرنج للعالم كله. صديقي بلال، أنا كتير متأسف إنه أنت اضطريت ترجع، ولا أنا متأكد إنه أنت كان أخذت بطل الأردن في الشطرنج. شكراً. بالأردن كانت بطولة العالم هي؟ بطولة العرب. بطولة العرب في الشطرنج؟ أنا متأكد إنك كنت راح تفوت. شكراً. صديقتي ميرا تفضلي. في كل حياة واحد فينا معلم أو معلمة كتير بنحبهم،
لأنه مميز بأساليبه ومعاملته وبيخلينا كمان نحب المادة يلي بدرسها. لهيك في كل حلقة بنحب نروح نتعرف مع بعض على معلم مميز ونتعرف على أساليبه يلي بتساعد الطلاب على فهم المادة. أنا كتير متحمس أتعرف على معلم حلقة اليوم عنا. ميرا خلينا نروح ونتعرف مع بعض على المعلمة المتميزة في حلقتنا لليوم بثينة كمال. بدي احكي اليوم عن معلمة بثينة حنونة وبدرسنا وبنحبها كثير ونعتبرها زي ماما. المعلمة بثينة هي لأنا حنونة علينا كثير وبتفهمنا كل إشي في المادة وبتخلينا نحبها لأنها بتفهمنا المادة بأسلوب حلو. وبنحب المعلمة بثينة لأنها بتعتبرنا زي بناتها وبتحبنا كثير وبتفهمنا كل إشي. أنا بحب الست بثينة لأنها حنونة وبتعتبرنا كمان زي بناتها وبتلاعبنا وبتدخلنا المعلومة بشكل صحيح. المعلمة بثينة هي مثل أمنا وبتعلمنا كثير أشياء، بتلاعبنا بعدة طرقات مشان تفوت المعلومة في عقلنا ونفهمها منيح. اشتغلت في أكثر مدرسة بدي ثانوية كفر الديك الثانوية وصار لي فترة طويلة يعني بشتغل في مدرسة بنات بروقين الثانوية اللي صارت يعني بيت الثاني لأنه يعني صار لي فيها فترة طويلة بشتغل تقريبا 13 سنة يعني في هاي المدرسة. طالباتها بناتي زي ما أنا حريصة، أنا عندي بنتين، زي ما أنا حريصة على يكونوا بناتي متفوقات بحب جدا يكونوا بناتي في مدرسة بنات بروقين الثانوية مجتهدات ونشيطات ومتفوقات. عندي أكثر من أسلوب للتدريس بتباين ما بين الفئة العمرية الصغيرة من خامس وكنت أدرس سابع سنة لا وما بين تدريسي للطالبات الكبار. الصغار معظم أساليبي في التدريس يعتمد على اللعب على التمثيل خاصة كثير بحبوا البنات يتقمصوا الشخصيات. كمان في للصغار حلوة بعض الألعاب زي الكرسي الساخن بتلاقيهم بقولهم راجعوا المادة منيح والحصة الجاية رح أسألكم أسئلة والشاطرة فيكم اللي بتقدر تتغلب على شعلة الكرسي الساخن وتجاوب عن كل أسئلتي. في عندهم كمان لعبة قطار المعرفة، مين اللي بتضلها موجودة مع البنات في القطار لآخر لحظة وتجاوب على أسئلتي وما تخسر أي سؤال لحتى توصل لآخر محطة. في عندي كمان ألعاب البنات بيجيبوها يعني بقولهم مين عندها فكرة لنشاط للعبة يا بنات نعملها، بقولهم مرة عاملين لي بلالين وجايبين منفخينها وحاطين لي جواها أسئلة. في كمان الحلقات اللي بدوروا حواليها وآخر بنت بتجاوب على كل الأسئلة هي اللي بتضلها موجودة في داخل الحلقة. بحب التحضير والتحضير المسبق مهم جدا عندي عشان هيك في بداية الحصة ومعظم أسئلتي والكتاب موجود بالشنطة آخر الحصة بنطلعه وبنقرأ الدرس وبنحط عليه أسئلة وبنشوف الصور وبنناقشها. يعني رسالة التدريس أو هدفي من التدريس رسالة سامية لأنها يعني كيف بتخرج أجيال وبتصنع أجيال سعيدة جداً بكون بنجاح طالبات الثانوية العامة كل سنة بمعدلات عالية. تعاملنا مع طلابنا كأنهم أبنائنا حريصين عليهم كل الحرص يكونوا دائماً متفوقين، هؤلاء هم صناع المستقبل والله يعيننا على أداء الأمانة. مدرستنا ساهمت العام الماضي في 5 مبادرات للتميز والإبداع وتأهلوا منها 2 على مستوى الوطن الحمد لله رب العالمين، ومن ضمنهم كانت مبادرة للست بثينة. كانت مبادرة ست بثينة بتتعلق في الجغرافيا، إنه البنات عملوا معرض وسائل جغرافيا، بحبوا مادة الجغرافيا، بحبوا ست بثينة نتيجة الأساليب اللي بتستخدمها. من ضمن الأمور الأخرى اللي يعني لفت انتباهي في شغل ست بثينة اللي هي قضية مبادرتها في التميز والإبداع مع الطالبات ذوي الهمم اللي إحنا بنعتبرهم ربنا أعطاهم بصيرة أكثر من البصر،
فكان عندهم كفيفات لا يرون تماما، فكان عندهم مشكلة في قضية الخريطة، إنه إحنا الوزارة بتقول إنه الخرائط مش مطلوبة من الطالب الكفيف، ولكن ست بثينة حبت إنه يكون طلابنا إذا مش مطلوب منهم هذا الحكي إنه يكون على الأقل مطلع على العالم، يعرف هالخرائط. يعني زي ما انتم شايفين الخريطة هاي مجسمة، من خلال تحسسها سديلة تقدر تعرف أدق تفاصيل الموجودة فيها. في البداية كان عندنا العام كمان طالبة في التوجيهي، كانت تقول لي معلمتي نفسي أعرف شو بتعينوا، طبعا من هين أجتني الفكرة. يعني لما تصيروا أنتوا تعينوا على الخريطة، خاصة إنه الخريطة يعني عليها 20 علامة، كنت أحس حالي ضايعة. لما عملت أنا الخريطة المجسمة، هاي خريطة الوطن العربي وهاي خريطة العالم، صارت الواحدة فيهم يعني تتحسسها وتعرف أدق التفاصيل فيها. أنا بحب كثير الست بثينة، ساعدتني كمان في الخريطة، آسيا، أفريقيا، أوروبا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، أوكيانوسيا. وين جبال روكي؟ وين جبال الهيمالايا؟ وين جرينلاند؟ يعني تفاصيل دقيقة بتعرفها. طيب وين بحر الأحمر؟ هي لما تلاقي حالها فاضية، ولكن هي جاي علي معلمتي يلا بدناش نعين اليوم. أنا صحيح هي مش مطلوبة منهم الخريطة، بس أنا لأنها متدربة بعطيها امتحانها على الخريطة زيها زي البنات، وإذا كان هم بغلطوا هي ما شاء الله عليها ما بتغلط، لأنها بتعين عن محبة. عمل خريطة مجسمة لطالبة متميزة زي سديل ما شاء الله عليها، الأولى في صفها، وكان يعز عليه كثير انه يكون في جزئيه ما بتعرفها زي مثل بالطالبات. انا بعتبر انه اكبر انجاز عملته انه يكون في خريطه خاصه بالطالب سديل تتعرف فيها على المواقع الجغرافيه المختلفه، من ظواهر طبيعيه او تعيين دول او مسطحات مائيه على الخريطه، وان شاء الله انه تكون سديل سعيده فيها مثل ما انا سعيده بهي بقدرتها على التعيين على الخريطه. رجعنا من جديد أصدقائي، تحية كبيرة لكل المعلمين، ونتمنى أن كل المعلمين والمعلمات يكون عندهم أساليب مميزة لحتى نضل نحب المدرسة. صديقي احكي لي، مين معلمك المميز وليش؟ الأستاذ عبد الرحمن عوض كان صديق معلم، وكان ساعدني بجميع المشاكل اللي أمر فيها. أستاذ إيش هو؟ هو أستاذ الدين. أستاذ الدين؟ بلعب شطرنج. ولعب شطرنج، عشان هيك بتحبه انت، لانه عندكم نفس الهواية. اصدقائك بيلعبوا شطرنج ولا بس انت؟ في بعض الاصدقاء. وانت اكيد بتفوز عليهم؟ يعني بضلوا يلعبوا معك؟ بيلعب. يعني مش معقول واحد بضل يلعب مع صديقه يفوز عليه، بزهق مرة واحدة خليهم يفوزوا عليك. خلص ان شاء الله. صديقي بلال احكي لي، ايش البطولات اللي حابب تشارك فيها بالعالم؟ وكمان سؤال، مين البطل العالمي اللي بتحب تلعب ضده؟ أكيد حابب أصل للبطولات العالمية، حابب ألعب مع بطل العالم أكيد ماجنوس كارلسن، ولأن عنده أسلوب جميل باللعب. يا رب تلعب ضده وتفوز عليه. إيش اسمه قلت لي؟ ماجنوس كارلسن. كمان مرة؟ ماجنوس كارلسن. أيوة هذا هو اللي حكيت عنه. صديقتنا سلمى بكل حلقة بتحضرنا معلومات حلوة ومميزة في فقرة هل تعلم، وهلأ صار الوقت لحتى نروح ونشوف سلمى شو بتحب تعطينا معلومات لليوم. مرحبا يا أصدقاء، تعرفوا يا أصدقائي إن التمساح من أضخم الزواحف التي لا تزال حية حتى الآن؟ كمان التمساح يمتلك فمًا واسعًا يحتوي على العديد من الأنياب الفتاكة، وكمان يمتلك 60 ناباً في الفك العلوي و40 في الفك السفلي، ويمتلك على لساناً طويلاً كالسلحفاء، وله ذيل كبير يساعده في الحركة في الماء. تعرفوا كمان إن التمساح يستطيع العيش لأعوام طويلة تصل 100 عام. وتعرفوا كمان أن التماسيح ممكن أنه يمتنع عن الطعام قرابة 740 يوماً دون أن يموت، كما وتتغذى التماسيح على حيوانات مختلفة، وممكن أنها تتغذى كمان على الأسماك من الأنهار أو البحيرات. وأما عن القطة فإن أذن القطة الواحدة تصل إلى 32 عضلة، وإنه كمان
ترتفع حاسة السمع لدى القطط لدرجة تجعلها تسمع صوت الموجات الفوق الصوتية. كانت معكم صديقتكم سلمى، إلى اللقاء. شكراً شكراً يا سلمى، شو هالمعلومات القيمة والجميلة. صديقي بلال، احكي لنا كيف بتقضي وقتك في ممارسة موهبتك؟ أكيد بقضي وقت كثير بالشطرنج، تدريب وتحليل الألعاب السابقة. طب هل هذا الإشي بيأثر على دراستك؟ عشان بنظم وقتي وللامتحانات وللدراسة وللشطرنج أكيد بيأثر إشي. يعني صديقي أسألك، يعني في محلات عندنا هون بدربوا الشطرنج، يعني أنت مع مين بتتدرب؟ في عندك أستاذ؟ كيف احكي لي؟ في كثير مراكز شطرنج، وأنا بتدرب مع نضال حميد درب. طب شو بتحب تحكي لنا بنهاية الحلقة يا صديقي؟ بوجه تحية لوالدي ولجميع الأسرار من الحرية وتوفيق للجميع. صديقي، بتفكر انه انت ممكن تضلك مستمر بالشطرنج يعني لكمان سنين وتضلك تتدرب وتطور موهبتك؟ ان شاء الله طبعا راح اضل مستمر ان شاء الله. احكي لي، شو بتحلم تصير بس تكبر؟ ان شاء الله راح ادرس صوتي، ادرس برمجه. برمجه ان شاء الله. الله يوفقك يا رب. صديقي بلال، بدنا نشكرك على وجودك معنا، نورتنا وانبسطنا كثير معك. انبسطنا كثير بوجودك استاذ بلال، بس للاسف صرنا باخر الحلقه وصار لازم نودع اصدقائنا، واكيد لقائنا بتجدد في الحلقه القادمه. الى اللقاء. الى اللقاء.